صورة تبقى الأصل من بيت باربي، مليانة فراشات وورد ولوحات فخمة، واخدة الستايل المودرن وبابها مصفح ومعمولة من الطوب الفرعوني. في حمام سباحة واللون الأبيض والبينك مسيطرين عليها. الأنتري قطيفة والركن من الجلد الطبيعي وستاخد أكتر من 12 واحد، والمطبخ أمريكاني. جولة داخل فيلا الفنانة هنا الزهاب. يا ترى اشترت الفيلا دي من فلوسها ولا بتاعت أحمد فهمي؟ حكاية العجلة اللي حطها في الريسبشن، تفتكروا سعر الفيلا دي كام؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم معايا للآخر. ولسه تصريحات الفنانة هنا الزاهد عن جوزها الأول أحمد فهمي على السوشيال ميديا، بالذات إنها قالت أنا ما نزلتش ده مع واحدة بعد الانفصال. بس سيبكم من كل ده وتعالوا شوفوا الفيلا الأسطورية اللي كانت عايشة فيها مع قبل ما ينفصلوا عن بعض. الفيلا بتاعت الاتنين هنا الزاهد وأحمد فهمي وقت الجواز، ودي سابتها هنا بعد الانفصال وراحت تعيش مع مامتها وإخواتها. موقعها مميز جدا علشان هي في كومباوند راقي، وأقل فيلا فيه سعرها مش أقل من 20 مليون جنيه. قرر أحمد فهمي يتجوز فيها هنا الزاهد، بما إن الكل بيقول على هنا إنها باربي فن، فهي قررت تعمل ديكورات الفيلا على شكل بيت باربي. ايوه زي ما بقول لكم، الفيلا تدخلها تحس انك دخلت بيت باربي مش بيت هنا الزاهد واحمد فهمي. وسبحان الله رغم انها من بره ما تديش كده خالص، اصلها معموله من الطوب الفرعوني الاسود، واول ما تدخل على باب الفيلا من جوه تلاقي الحيطان مدهونه باللون الرصاصي اللي هو لون الباب المصفح. على ريسبشن وجمال الريسبشن وفخامته تدخل وما تحبش تخرج منه ولا حتى تغمض عينك بسبب الوان المبهجه اللي بتفتح النفس. اصلها مدهونه كلها باللون الابيض، وبعد ما تدخل تلاقي سلم إزاز كبير ومعمول من الرخام الأبيض الفخمة، وده بيطلع على الدور الثاني اللي فيه أوض نومهم كلهم. بعد خطوتين هتلاقي لوحة كبيرة مرسومة عليها بالأسود، وقدامها ركن من الجلد الأبيض الطبيعي وعليها مخدات ريش باللون الأسود والوردي، وفي النص سجادة فاروة لونها بيج مفروشة على السيراميك الأبيض اللي بيلمع، وجنبه فازة وتورد شكلها خرافي ما تلاقيش زيه في أي بيت. أصلها طويلة وواسعة تحسها ترابيزة ومليانة ورد أبيض وأخضر. من الناحية الثانية في الريسبشن هتلاقي أنتري لونه وردي، وده من افخم وانواع الانتريهات. جنبه كمان مكتبه كبيره باللون الابيض مليانه انتيكات، وما اكتفتش بس بوجود ركنه وانتري، لا دي حاطه معاهم سفره كبيره تاخد حوالي 12 واحد، ودي برضو الوانها ابيض وورد. وعرض الحيط اللي وراها مرسوم عليها طعر فلامينجو وفراشات، ودول كلهم باللون الوردي. قدام السفره باب ازاز، وده بيدخل على المطبخ اللي تصميمه مودرن علشان معمول من اللون الاصفر والبني في احدث الاجهزه. وفي نفس الريسبشن في باب كبير ازاز وعليه ستايل لونها ابيض، وجنبه عجله ديكور مليانه ورده كانت جايبه هنا لأحمد فهمي هدية. وتفتح الباب ده تلاقي نفسك في قلب حمام السباحة. كانت من عادات هنا في بيتها مع أحمد فهمي إنها تصحى كل يوم الصبح تفطر فول وتعمل مشروب ساقع، وكانوا أغلب أكلهم بيت يا إما مامتها اللي تعمل أو المساعدة بتاعتها علشان هي ما كانتش بتعرف تطبخ، بس كانت بتوصيهم يعملوا أغلب الوقت فاصوليا علشان هو بيحبها. هل معقول هنا الزاهد ما عملتش فيلا لنفسها لحد دلوقتي تبقى بتاعتها، ولا هي بتحب الونس علشان كده راحت تعيش مع أخواتها ومامتها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.